الفترة اللي فاتت انتشر ترند بتاع تكسير الأزايز، الناس اتفاعلت مع الفيديوهات دي وقالت ان هي فيديوهات بتريح الأعصاب، بس في ناس تانية بتقول غير ان هي فيديوهات مريحة للأعصاب، في ناس شايفة ان هي فيديوهات بتتعب الأعصاب. طب الفيديوهات دي ايه اللي وصل نسب مشاهدتها ل 200 مليون على التيك توك؟ فالموضوع في آراء مختلفة، ليه الناس حابة تشوف فيديوهات لأزايز بتتكسر أو تكسير الإزاز ده عامة، وإزاي في ناس شايفاه مريح نفسيا للأعصاب وفي ناس تانية بتفكر من ناحية تانية تقول اللي عمل كده أو اللي نشر الترند ده ووصله الأرقام دي أكيد عنده خلل معين. علشان كده لازم ناخد رأي علم النفس، هل بيقولوا إن شايفين الفيديوهات دي معمولة علشان ناس عندها خلل نفسي معين أو نقص عاطفي ولا إيه؟ في ناس اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهو بره صندوق خالص، يا ترى مين اللي بيلم الإزاز اللي اتكسر ده كله؟ وعلشان نعرف الرأي الصح للطب النفسي هيكون منورنا على تليفون استشاري الصحة النفسية دكتورة دينا مصطفى. دكتور مساء الفل. مساء النور يا قمر، عاملة ايه؟ ازاي الحمد حضرتك؟ لله. محتاجين نعرف من حضرتك بقى الجوانب النفسية اللي ممكن تخلي الناس تشوف فيديوهات من النوعية دي، يعني ايه اللي هيخليني مرتاحة نفسيا لما اشوف ازاز بيتكسر، وايه اللي هيخليني اتابع الفيديوهات دي ويوصل عدد مشاهدتها للرقم الرهيب ده؟ الأول مساء الخير عليكم، منورين الدنيا. مساء. بصي حضرتك، الفكرة كلها ان الناس اليومين دول عندها كبت كتير جدا جدا جدا، والمشاكل والحاجات الكتير اللي احنا كلنا بنتعرض ليها في يومنا، فموضوع التنفيس عن الكبت ده، كنا زمان بنقعد نسمع موسيقى هادية، كنا بنشرب النسكافيه والقهوة بتاعتنا في البلكونة بتاعتنا، وكنا بنكتب بنطلع الطاقة دي في كده. بدأ بقى موضوع الترند بقى في موضوع تكسير الأزايز ودحرجت في الزجاجات على الأرض، على السلالم كمان. بتريح الناس في بعض الحالات اللي عندها اضطراب نفسي أو حالات الكبت الشديدة، بتبدأ إن هي تريحها نفسيا، فبتبدأ إن هي تفضل تتفرج عليها. على فكرة هي بتوصل يعني لحالة من الإدمان. فطبعا الموضوع ده زاد جدا، كله بقى يشيره، والناس بدأت تتفرج وبدأت المشاهدات بقت تعلى جدا وبتزيد. بس احنا بنقول للناس حاولي ما تنطقوش ورا الفيديوهات دي، تمام؟ وما تحاولوش ان انتوا تتفرجوا عليها. طب انا احاول ان انا ادخل بديل عشان امنع نفسي من الادمان او اتخلص من العادة دي او من الادمان ده. بنقول للناس يعني حمام دافي ساخن، ان احنا نسمع موسيقى، نلعب رياضه، نتمرن سباحه، نحاول ان احنا نطلع نفسنا من المود ده، تمام؟ لان ده زياده عن الحد ده بيبقى ادمان شديد جدا. كمان في فيديوهات انها بتاعت الاكل، ان انا اتفرج على الفيديوهات بتاعت الناس اللي بتقعد تاكل، الناس اللي بتقعد تاكل. في صينيين كمان يعني بيعملوا الفيديوهات دي بطريقه اكل بشراهه صعبه قوي. بالظبط كده، ده نوع برضو من انواع الاضطرابات اللي بتقابل الناس او الخلل النفسي عند بعض الاشخاص. فزي ما في ناس بتتفرج على الحاجات بتاعت تكسير الازاز، في ناس برضو بتتفرج على النهم بتاع الاكل ده. فكل الحاجات دي اضطرابات نفسيه، احنا المفروض ان احنا ما ننسقش وراها، لان ممكن يكون شخص طبيعي جدا وبيتفرج عليها من باب الفضول او من باب حب الاستطلاع، ومع الفرجة فتوصلوا للمرض النفسي، توصلوا للاضطراب ده، او توصلوا لان هو خلاص ادمن ان هو يتفرج على ده. يعني لو شخص حس ان هو بينبسط ان هو بيتفرج على الفيديوهات دي او مستمتع بيها، هل هو كده يعرف ان هو عنده هو عنده مشكلة اضطراب، ومحتاج علاج؟ محتاج طبعا ان هو لو الموضوع زايد معاه محتاج متخصص ان هو يتابع حالته وبرنامج الفضفضه. هو يعني الفكره كلها ان انا اطلع الكبت اللي جوايا. طبعا اليوم بتاعنا مليان جدا بالمشاكل والشغل والضغط النفسي كل الحاجات دي كلها بتبقى عايزه ان الشخص ان هو يفرغ الطاقه دي. طبعا احنا كنا زمان كاسره كنا بنتجمع كلنا بنتكلم مع بابانا مع مامتنا مع قرايبنا،
فكان في نوع من التنفيس. دلوقتي السوشيال ميديا والدنيا كلها بقت على قد ما هي بقت مفتوحة، على قد ما كل واحد قافل على نفسه وعامل لنفسه مجتمع منغلق خاص بيه. بقت الأسرة كلها قاعدة مع بعض وكل واحد ماسك الموبايل بتاعه، قاعد على اللاب بتاعه وكل واحد مع نفسه. فإحنا كده افتقدنا ده، افتقدنا الجو الأسري، الجو الأسري ده، تمام؟ فإحنا محتاجين نقول عودة الرجوع للأسرة، عودة إن إحنا نلعب رياضة، إن إحنا نروح نادي، إن إحنا نروح مثلا معارض الكتاب، إن إحنا نرجع نقرأ زي الأول، إن إحنا نروح مسارح، نروح يعني سينما، نروح يعني نحاول نطلع نفسنا من المود ده. هل في تفسير علمي للموضوع ده، موضوع تكسير الإزاز؟ هو كابتن نوع من، بنقول نوع من ميكانيزم الدفاع، تمام؟ احنا عندنا حيل دفاعيه وميكانيزمات دفاع، ان الشخص بيحاول يطلع من المود دوت، ماشي، من ضمن الحيل الدفاعيه اللي هي الحاجات والاسقاطات بتاعته دي. الكابتن هو بينفذ بقى، ينفذ بقى، هو عايز ينفذ، كل واحد بينفذ بطريقته. فطبعا السن بتاعنا سن الشباب بالنسبه له الفيديوهات دي سهله ان هو يتفرج عليها، فهو بيحس براحه نفسيه. طب انت جربت حاجه تانية غير ده وتبدا تنفذ بيها عن نفسك؟ لا، هو ما جربش، هو استمتع بده واستسهلها. احنا بنقول نقلل من المشاهدات بتاعه الفيديو دي، نسمع موسيقى، رياضه، سباحه، المهم ان احنا نطلع نفس الكتابه. على فكره الكتابه جميله جدا 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 في التنفيس عن الطاقات السلبيه. بدل ما انا احول الحاله اللي عندي دي لطاقه سلبيه، لا، انا احولها لطاقه ايجابيه. اكتب قصص، اكتب شعر، او اكتب اي حاجه انا حاسس بيها. مش بالضروره ان انا اكتب، ان انا مش بعرف اكتب شعر، او ان انا اكتب مقالات، او لا، مجرد ان انا اطلع اللي جوايا. انا كده خلاص خرجت الطاقه السلبيه اللي جوايا، طلعتها في كتابه. طيب دكتور، كان في برضو فيديوهات انتشرت فترة لأنواع العلاج نفسي، وهي بأن شخص يروح مكان مجهز المكان ده لأن هو يكسر فيه حاجات، وقالوا ان ده نوع من انواع العلاجات من انواع النفسيه، وان التنفيذ. هو ان التكسير ده بيطلع طاقات وبيخلي الواحد يفرغ الشحنات السلبيه اللي جواه. هل الفيديوهات دي تمت للموضوع ده بصله ولا ملهاش علاقه؟ لا، هي الفيديوهات دي ما تنفعش. هي الفكره كلها ان انا لما بتعامل مع متخصص، هو امتى بيحط لي البرنامج او التقنيه نفسها العلاجيه، ماشي؟ مثلا ممكن العلاج المعرفي السلوكي، ممكن يعني العلاج الجدلي، ممكن حاجات كتير.